من الضروري بمكان التوعية حول مخاطر هذه المواد والوقاية منها. خاصة في تنشغل اللي يجي منا ومنا هذو من الطفرات وضارة بالبرودكسيون أو العقم، يعني تجدها هذه المواد تجدها حتى. فنقول بداية أن مفتشية العمل تطلع بمهام عديدة في ينظم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة ولاية الجلفة على غرار وكالات الوطن أبواب مفتوحة من 18 ديسمبر 2023 إلى غاية 20 ديسمبر 2023 يتناول موضوع المخاطر الكيماوية. انطلق هذا اليوم الدراسي بمشاركة كل الفاعلين وكل المهتمين بهذا الموضوع تحت شعار الوقاية من المخاطر المهنية لنحسن المعارف في هذا الميدان. من ضمن المشاركين كان السيد مدير الحماية المدنية، مدير البيئة، مفتش الولائي للعمل، طب العمل، شاركوا بآرائهم وتداخلاتهم كل في ميدانه، إضافة إلى المحور النتيجة التي وصل إليها هذا اليوم الدراسي هو إضافة إلى الوقاية من هذا الأخطار المهنية الكبرى التعريف بالتشريع، تشريع الضمان الاجتماعي الذي يضم 100 نص ومرسوم يتكلم عن الضمان الاجتماعي. كما هو معلوم أن رئيس الجمهورية في التزاماته 54 كان من ضمن الالتزامات التزام 42 المتعلق بالضمان الاجتماعي. تتجه الحماية المدنية في هذه الأونة الأخيرة إلى الإسهام بشكل جدي في التعريف بالقضايا العلمية والتقنية التي تتصدر الاهتمامات العالمية والوطنية على السواء. وما هذا الموضوع اليوم، اليوم الدراسي للحد من الأخطار الكيميائية والنووية والإشعاعية إلى أحد اهتمامات الدولة الجزائرية وفي مقدمات السلطات العليا للبلاد بما فيهم السيد المدير العام العقيد بوعلام مغلاف الذي يسهر شخصيا على المتابعة اليومية للتكفل الأمثل والأحسن للمتدخلين في هذه الحوادث. الحماية المدنية تدخل في تدخلاته لحظيا. السلطات العليا للبلاد خصصت فرق مختصة وولاية الجبلة أحد هذه الولايات المختصة في هذا المجال. هناك 10 وحدات متنقلة كميك سيديسي للخلايا متنقلة للحد والتدخل الأولي. المخططات والمواكبة، ونتمنى إن شاء الله الأمن والسلام لوطننا الجزائر.